يا يابا، قاعدة صعبة ورا الحفلة مال البارحة، بس الحمد لله قعدنا ببيت فوفو. وهسه رايح على ساندرا اجيبها من التدريب مالتها مال المدرسة. I'm just trying to smoke, I'm just trying to run away. Too much on my tongue, give a fuck about what you say. I'm feeling kind of grown, so I'm sipping on rosé. I'm feeling all alone, but I'm f***ing on her face. I'm just trying to smoke, I'm just trying to run away. Too much on my tongue, give a fuck about what you say. I'm feeling kind of grown, so I'm sipping on rosé. I'm feeling all alone, but I'm f***ing on her face. Take my liquor straight, I only ever chase the money. Beat the good, I have to practice, risk I'm running. Young Babylon, I'm buzzing, so I get the honeys. If you got a problem, you can meet me with your buddies. We don't call no lawyers, man, we roll all with some boilers. Pull up in like 20 whips, I swear they gonna avoid us. Tell your b**** to hop inside and then know where this coitus. Put her ass inside a noble rev, that b**** annoys. I'm just tryna smoke, I'm just tryna run away. Too much on my tongue, give a fuck about what you say. بعدني بالاجواء مال البارحة، مع ان لحد هسه ما مصدق الحفلة اللي صارت بارحة وجهود احمد ومرمر اللي نظموا هاي الحفلة، اللي انا متأكد راح نحكي بيها حتى لاحفادنا. لو تدرون انه واحد من ينظم حفلة او عزيمة اشقد صعب، انه الاكل يكون توب، انه الموسيقى تكون توب، انه المعازيم كلهم متفاهمين ونفس القصة. بارحة كل شيء كان بيرفكت، يعني ما كان شيء اي شيء ناقص. شوف الحب، شوف القلب. شلونك؟ زينة. شو اخبارك؟ ماشي الحال. تعي بوس الكاميرا. ها على مسرحية. ساندرا والصف مالتها هم عندهم مسرحية وجايين اليوم يدربون عليها، شرحي لنا على المسرحية شنو القصة مالتها؟ هي قصة يعني ان شاء الله اعرف اشرحها بالعربي، بس هي عبارة عن شخص هو الشخص الأساسي يعني بالقصة. يشرح حياته يعني، وحياته بالستينات من كان صغير، حياته بالسبعينات، بالثمانينات وبالتسعينات. بالنهاية راح تجي بنية، هي يعني راح تلقى مثل البوكس اللي هو يعني بيه الذكريات مالته، ذكريات مراته. فبعدين راح تقول له اوه هاي وين لقيتها، هاي حياتي، هاي مالاتي وما ادري شنو. فيعني القصه انه هو الولد يعني قاعد بين اربع حيطان، حياته كلها كل شيء ما يسوي، ما عنده حياه. فهو شاف هاي البوكس مال الذكريات كلها مال صديقته الثانيه، وألف حياة. يألف حياة، بس هي طبعا مو حياته أبدا. بس شو المفروض تبدين شرحين؟ هو قاعد بين أربع حيطان وعده بوكس زين، وطلع البوكس مو ما إيش تحكي له، هذا الجيل الجديد كله ما يعرفون يشرحون. إيش تسوي؟ شو تسوي؟ لا أسوي مختبر كيميائي. إيه. لا الدنيا حارة، مو مال ناكل قهوة، نشرب ناكل قهوة. ناكل قهوة شنو؟ نشرب قهوة برا. يلا. طالعة straight out of Compton. طبعا لازم تعرفون شيء على ساندرا، انه البست فرند مالتها بالمدرسة مو البنات اللي بعمرهن، المعلمات. الى الطريق الى زواج شهد ومروان. ما متاكد انه راح اقدر اصور لكم، لان ما اعرف اي احد بالحفله، وعيب انه اصور ناس ما اعرفهم ونزلهم على اليوتيوب، بس راح احاول اخذهم على جهه وناخذ رايهم. بس فوفو جاي وياي. شوفوا السوا بحال، سياره مال تدريب ورا وسياره مال تدريب اللي قدام. مروان اذا وصلت متاخر مو صوتي. ونلتقي في الحمام مع الكيكه فوفو. يوم الالك فوفو، بارحه عرس واليوم عرس، وممكن تفاجئنا مباشر تتزوج، ليش لا؟ عمي شنو هاي؟ مصعد لو شنو؟ Thank you.
محقق بس والله نستحي نصور لكم والله. بس ردح محقق فتشي يعني. آمينة. كل شيء ما ينسمع. باي. يا با شنو العرس؟ يبكي. والف الف مبروك. الف الف مبروك. حبيبي مروان. موت 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 عليك حياتي. تنتهي حفلتنا هنا اليوم. الحلو بهذا العرس انه انا العرسان تعرفت عليهم يومين قبل العرس مالتهم، شلون ما ادري، ليش ما ادري، بس حبيتهم من اول نظره. بصراحه رايح لهواية اعراس بس عرسكم مروان وشهد بمميزات هواية. اول شيء راقي جدا لان انتم راقين. ثاني شيء الحضور بديع جدا، طبقة عالية من 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 الناس المثقفة والجميلة والاتيكيت والبرستيج. ردح متوفر طبعا، واحنا اذا ماكو ردح ما نقدر نعيش يعني انا وفوفو. وشكرا للدعوة، واتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى لكم كل السعادة والاطفال والرقي والشامية 24 ساعة. وتعزموني مو تغلسون. حبايب يلا باي باي. ها لحظة، هذا الفلوج راح ينتهي هسه.